احنا بصراحة قبل نقول ملاحظاتنا على تعامل المملكة العربية السعودية، ملاحظاتنا اولا على بعض الأخوة المتعهدين. اي نعم، يعني متعهد جاي انت داخل لبلد ثاني، بلد إلى قوانينه لازم نحترمها، فمن المعيب ان نعكس صورة سلبية من خلال تهريب الجغاير والموبايلات والأمور الأخرى. فبهذا الأمر العالم تأخذ نظرة على كل العراقيين هيك. إيه؟ شنو يأخذون مننا جغاير؟ طبعاً 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 طبعاً. وبهذا الأمر أساءوا لكل شركات العمره.